هاجم واحد لنطلع محمد. نعم أنت في غزة، نينجا فلسطين فريق شبابي أخذوا على عاتقهم تعلم الفنون القتالية للدفاع عن فلسطين وعن أنفسهم بطريقتهم الخاصة. حركات خفيفة وموزونة ودقيقة يصعب تعلمها، ولكن 8 سنوات تبدو كافية بالنسبة لهم لتعلم هذه الرياضة. أجتني الفكرة هذه قبل 8 سنوات، تعرفت عليها عن طريق الأفلام الوثائقية اللي عملت في هذاك اليوم عن النينجا، وحبيت أن أكون فريق النينجا الفلسطيني اللي بلعب على الأسلحة البيضاء. تأسست على الأسلحة البيضاء الأسلحية لأسلحة الكوبودو عن طريق اتحاد النينشاكو الفلسطيني على يد بطل العالم سنة 2005 محمد يوسف أبو صقر. يتسلقون الجبال كأنهم طيورا تبحث عن الحرية. فريق النينجا يمارس تدريباته بأدوات ومعدات بسيطة بجانب الأسلحة البيضاء، لا سيما أنها من صنع أيديهم. سيف، قامة، عصاية، شروكين، وقدرنا نحصل عليها على الحساب الشخصي ويدوي. فريق جعل من المناطق المدمرة والأراضي الفارغة مكاناً للتعليم والتدريب، كونها مناطق واسعة طالما أنهم يفتقدون لنواد متخصصة للفنون القتالية تبرز موهبتهم للعالم. أنا ما أجيش مخاطر، إحنا بنلعب كل الأطفال اللي التم عليهم هم البواجه مخاطر كتير بقلدونا بنلعب إحنا. أكثر من 10 أعضاء أصغرهم يبلغ من العمر 7 سنوات استطاعوا أن يصنعوا رياضة جديدة وفريدة من نوعها لتتألق غزة من جديد. حصار خانق استمر لسنوات طويلة لم يتمكن من كسر إرادة وإصرار جيل يتمنى حياة كالحياة. شروق شاهين، غزة، فلسطين.